لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب بسم الله. رقم واحد لازم نطمن بسرعة كده هو على الليدرز، الحروف بتاعتنا. فأنا عندي شوية كام حرف كده فيهم كام مشكلة، تمام؟ فأنا على السريع كده هو مش هياخد وقت مننا، أنا هكتب على طول الحرف، تمام؟ وهنشوفه هيبقى نطقه إيه. دي اسمها كابيتال أي وسمول أي، ما اقولش ايه كابيتال ايه سمول، تمام؟ كابيتال اي سمول اي، واللي بعدها كابيتال بي سمول بي. طيب الكابيتال اي وسمول اي الاولانيين دول بيتنطقوا ايه؟ ا فتحه، هفتح بقي ا، زي مثلا عندنا في العربي ب فتحه ب، فالفتحه دي آ، يعني كل ما تشوف حرف الاي هتبقى فتحة. طب جنبيها بي هتتنطق ايه؟ با با. طب زي ايه مثلا؟ زي باك باك. طب زي لو بي جنبيها ايه؟ يبقى با، زي باج باج. هديك بي وراها ايه؟ يبقى قلنا بي اللي هي با، واي اهو بي وراها اي يبقى بي اللي هي ب، واللي هي او با وراها الا اللي هي الفتحه با، واحط لها حرف جي تبقى باج. طب تعال نشوف بعد كده هو حرف ايه. حرف كابيتال سي سمول سي. طب ايه دول مالهم؟ كابيتال سي وسمول سي دول فيهم مشكله كبيره شويه. قال لك ان خلي بالك عندنا السي ليها نطقين، مين يعرف؟ اللي يعرف يفتح المايك ويقول لي. السي ليها نطقين، ايه نطق السي؟ السي بتتنطق. الله عليك يا مهاب، الله ما شاء الله. كا، يبقى اول حاجة ان السي بتتنطق كا زي حرف الكاف. طيب ويا ملك السي ده ممكن يتنطق حرف تاني؟ سين. برافو. سا سا. يوسف لو تقدر تفتح المايك احنا معاك سامعينك، يعني افتح المايك وتكلم. طيب كا والسي، طب متى انطقها كا ومتى انطقها سين؟ قال لك خلي بالك من ان حرف السي ده لو جه وراها الاي او الاي او الواي ده اللي هيتنطق سي. تاني، لو شفت السي ده جاي وراها حرف الاي او الاي او الواي ده اللي هتنطق سي. طب تعال نشوف ازاي. لو سي اي ان اي ام اي تبقى ايه؟ مين يقول لي؟ ام اي. سينما. برافو. طب يبقى خدت بالكم ان هنا السي اتنطقت سين او فبالتالي انا عندي جات وراها الاي او الاي او الواي، لو جه وراها حد من الثلاثه دول هم دول اللي انا هنطقها سين، لكن اي حرف تاني غير الثلاث حروف دول فهنطق السي كاف. طب زي ايه يا مستر؟ او كا. زي ايه يا مستر؟ زي لو حطينا السي اي، مين يقول لي الاي كانت ايه صوتها؟ طيب سي اي قلنا هنا السي هتتنطق كاف، فسي اي تبقى كا. كار كار تبقى عربيه. سي اي ار هنا نطقناها سي، نطقناها كي. طب بعديها طبعا الحرف اللي بعديه اسمه دي بتتنطق دا، دا دولفين. طب بعديها الاي اج اه اه اج اليفان البو كوع. طب بعديها هناخده اف، وخلي بالكم الاف ده نطقه كانك ايه بتطلع هوا خلاص، كانك شميت حاجه قاعده وحشه بتقول اف، مش تقول اف بقى، تقول ده صوت الاف. فاش
fish, farmer, father. طب تعال نشوف اللي بعد كده. يا مهاب الحرف اللي هو ده اسمه يا مهاب. مهاب جي. بتتنطق ايه يا مهاب؟ مش باين. مش باين يا مستر. مش باين. طب اللي بعد الاف هو حرف الجي صح؟ فبيبقى ايه؟ جا. جا نطقه جا. طب بعد كده مين يقول لي بعد الجي هيبقى ايه؟ او يقول لي الاول عايزين امثل على حرف الجي. جراف. جراف. برافو جراف. طيب عندي عايز بعد حرف الجي. افتحوا المايكات بسرعة وقولوا اللي بعد حرف الجي ده ايه؟ اتش. اتش بتنطق ايه؟ النطق بتاعه ايه؟ شا. ها ها ها. طب مين يقول لي زي ايه؟ هانجري. هانجري. الله. هاوس. ها هورس. طب بعد 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 الاتش هيجي حرف ايه؟ اي. اي. إيه. زي ايه؟ إج. ايس. ايس اللي هو التلج. ايس كريم. وخلي بالكم من ايس كريم دي ما اسمهاش ايس كريم، اسمها ايس كريم. ماشي. طيب عايز كلمه تانية في حرف الاي. الصوت واطي يا مستر. الصوت واطي. عايز كلمه تانية بحرف الاي. ايس كريم. ايس كريم. ايه كمان؟ اي. ايه زي اجلو. اجلو يعني كوخ. طب الحرف اللي بعد الاي. الصوت مش واضح. شيك. جاي يا مستر. مع انه انت اول مرة. طب انت سمعني يا مهاب كويس؟ اي يا مستر سمعتك. طيب يبقى عندك انت كده يا ملك. هحاول اعلي صوت انا يا ملك. طيب انا معايا الجي. طب الجي ده بيتنطق ايه؟ جا. جا زي فيها دال في الاول. جا. جا. جار. جوز. فيها كأنها حرف دال. فبعد الجي. طب يلا الحرف اللي بعديها ايه؟ الحرف ده ايه؟ كي. كي. بتنطق ايه؟ ك. 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 زي كايد. زي ايه تاني؟ كي مفتاح. كي. طب بعد كي. ايوة. برافو. طب ايه كمان؟ الحرف اللي ورا ده اسمه ايه؟ ال. يلا وراي. ال. 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 طيب مين يقول لي مثال على ال؟ ل. ل. لم. لايون. برافو. لايون. ايه كمان؟ لج. لج. عسل. ليمون. ليمونه. ليف. ورقه شجر. ليزارد. سحليه. طب الحرف اللي بعد ال؟ ال. ام. م. م. برافو. طب عشان نجرو في الحروف مش مستاهله. الام بتتنطق مم. ماشي. وزي مونكي. مون. ملك. طب الحرف ملك. ايوه برافو. الحرف اللي بعد الام معانا حرف ايه؟ ان. 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 صوتها الصوت بتاعه اهو زي نوز. نست. زي نيرس. ممرضه. طب تعالوا نشوف الحرف اللي بعديها او. الحرف اللي بعديها او. الاو دي اورنج. اورنج. برافو. اورنج. طيب وكمان الحرف ده خلي بالك بيعمل مشكله معانا. ليه؟
ان صوته او 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 مش او او زي ايه بوكس بوكس فوكس فوكس ما تقوليش بوكس لو بوكس دي معناها كتب بوكس دي معناها ايه كتب كتب اه فعشان كده اقول فوكس فوكس عشان كده الاو الاو نطقها او او مفيش او فوكس اوكس فوكس طب تعال نشوف الحرف اللي بعد كده هو بي كيو كيو طب احنا معانا حد باسم اسماء حسن افتح المايك وقول لنا مين معانا عبال ما انا شغال وانت ايوه مين العسل اسمك ايه انس اهلا يا انس حبيبي اخبارك منور الدنيا انس تشتغل معانا بقى يا انس طالما نورتنا ودخلت جوه ماشي حبيبي انس هتعرف تفتح المايك وتقفل المايك يا انس انت فتحت المايك اهو طيب معانا البي البي دي بنطقها با با طب زي ايه بن زي ايه كمان مين يقول بيك بيك اه عسل يا ملك مهاب ها أه؟ مش سامعك يا مهاب بوك لا ما تنفعش بوك لان البوك بي خفيف لكن هي هن بنسل طب يلا يا انس انس هات لنا كلمه بحرف البي بن بن عسل طب تعال نشوف بعد كده حرف ايه هيبقى حرف اللي بعديه كيو برافو حرف الكيو ده بيصوت كوي 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 زي مين زي كوين ملكة زي كويل ريشة طيب الحرف اللي بعديها نقوله ما نقولش ار ماشي بس لا ار طيب تعال نشوف بعد كده حرف اللي بعديها اس حرف الاس ده بيتنطق ايه زي مين مين يقول سان 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 سينج سينج انا ايه سان سان برافو طب تعال نشوفه بعد الاس تي تي ت بتتنطق ايه تري عسل تري طب تعال نشوفه بعد كده يو ار يو سوري يو 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 زي مين لا انت لا يوز 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 لا اسمع يوز يوز يستخدم صح يوز يستخدم يعني يوز مش يوز اي انا ايوه انا ايوه امبريلا امبريلا عسل طيب اللي داخل باسم ايمان عبد الكريم انا ما سمعتش صوتك ايه اللي داخل باسم ايمان عبد الكريم اسمك ايه طيب لو تقدر تفتح المايك افتحه وقول لنا عشان نقعد تشارك معانا ماشي بسم الله طيب يلا بعد كده بعد اليو تتنطق
بسميها سكون، بسميها ايه؟ سكون. عارفين انتوا الفتحة والضمة والسكون؟ لو قلنا به سكون تبقى ايه؟ ب ب ب. طب اليو هنا هو زي ايه؟ زي امبريلا. امبريلا. طب ايه كمان؟ حد عايز يقول حاجة بحرف اليو؟ زي اب اعلى. يوز. برافو. ما اسمهاش يوز. أب. اسمها ما اسمهاش يوز، اسمها يوس بالسين. كمبيوتر. كمبيوتر اليو هنا هو في النص. برافو. طب تعال نشوفوا الحرف اللي بعد كده هو الدبليو. الدبليو عاملة زي الواو، زي ويندو، وايت، وير يرتدي، و ويند رياح. طب بعد الدبليو اكس، بعد الدبليو اكس، والاكس دي هي نطها زي اكس بوكس فوكس. طب بعد الاكس واي اللي بتتنطق يه يا يا يا. يالو يوغرت. ماشي. اخر حرف معانا دلوقتي مين يقول لي صوته اسمه ايه؟ ايوه يوسف. يوسف ولا مين؟ ماشي. اللي بعد حرف الواي اخر حرف اسمه ايه؟ زد. 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 مين شوفوا مين تاني؟ مين تاني؟ احمد. يا احمد. زي. زي. عسل يا ملك. برافو. ايه يا زي؟ كابيتال زي وسمول زي. زي ايه؟ زو. زيرو. تمام. سمعني يا احمد؟ زيبرا. زيبرا. عسل. سمعني يا احمد؟ ايوه. افتح. اتكلم. اتكلم. اتكلم عشان تشارك معنا. تعال نكمل بقى. كده احنا خلصنا الحروف. هندخل على صفحة جديدة كده هو. يا انس. انس حاول تحل لنا مشكلة. حاول تحل لنا مشكلة المايك. عندنا كل ما تفتح المايك بيدي ورشة. ماشي. يلا نجهز للشغل التقيل شوية. نعلى شوية. طيب تعال نشوفه لما نعلى شوية ايه. انا عندي حاجة اسمها الفاولز. ايه ده؟ ما احنا كنا بنشتغل ايه؟ ما احنا اتفقنا ان احنا هنبدأ من الصفر. نعلى شوية شوية. الفاولز الحروف المتحركة. والحروف المتحركة عندي خمسة. مين يقولهم لي؟ الله عليك. الحروف المتحركة الخمسة دولة هنشوفهم النهاردة في شغل تقيل شوية. الحروف المتحركة الخمسة دولة بيبقوا بشكلين. ليهم شكلين. ليهم ايه؟ شكلين. الشكل الاولاني short. الشكل الثاني long. الشكل الاولاني الشورت القصير، ان انا بنطق صوت قصير ما بمدش فيه. الشكل الثاني اللي هو اللونج الطويل، لا ده انا اللي بمد فيه بمط فيه. طب زي ايه يا مستر؟ احنا هنتفقوا مع بعض على حاجه. انا عندي حاجه اسمها الاي والاي والاي والاو واليو. عايز اقول لكم ان الاي فتحه والاي كسره والاي نقوله كسره، الاو او او ضمه، اليو تبقى سكون. ماشي. طيب انا عندي الشورت القصيره. تعال نشوف مثال على كل حرف منهم. انا لو قلت شورت اي، شورت اي، تعال نشوفه زي مين.
زي car. car. شفت الاي قصيرة ها. car. ايه ايوه يا احمد برافو. او cat. برافو. طب تعالوا نشوف اللونج بقى الطويلة. اللونج الطويلة ازاي؟ انا معايا زي مثلا كيك. كيك. شفت ازاي مقطع؟ اه يبقى انا لما الشورت القصيرة كار كار، لكن اللونج الطويلة كيك. طب تعالوا نشوفوا الاي لما تكون شورت قصيرة. تعال نشوفه لما تكون شورت نقوله زي ايه؟ مين يقول لي؟ قولي ايه؟ ايج. برافو عسل. طب تعال نشوف نمطوها كده تبقى ايه مطة كده. شفناها فين؟ ها مين يقول لي اللونج لونج اي؟ مثال على لونج اي. اي مطناها ايه؟ ايه طويلة؟ لو ظهر نحلة بي. نحلة بي. الله عليك أبو حميد. أيوة كده نورت الدنيا. نحلة بي. وينام يعني سليب. أيوة كده برافو. طب نشوفه أنس وقول لي إيه. أنس الله انت كلتها كده وكنت هقول له كده هو. طب شاي. شاي شاي أنس تي. تي. أيوة اسمها مهاب بتقول ايه؟ لا ست. طب نقفل. لو بد بي اي دي دي شورت قصيرة، لكن انا عايز لونج طويلة. طيب تعالوا نشوف الاي. لو الاي عايز شورت اي زي ايس كريم. ايس ايس يعني ثلج. ايس. وعلى فكرة كريم ايس كريم تنفع تتحط في لونج اي. كريم الاي اي ايس كريم كده مدت في الاي. لكن ايس هنا الاي شورت. الاي شورت عشان ممكن هتلاقوها في الواجب كده هو. هات لي كلمة من الشورت اي فلازم تقول لي ايس. ايس كريم دي برضك شورت اي. تمام. طب تعال نشوف اللونج اي. مين يقول لي اللونج اي؟ بايت. كايت. ماشي. طب تعال نشوف الاو الضمة. مين يقول لي شورت او؟ كلمة بشورت او. او سيارة. يا احمد او انس. اورنج. الله اورنج. عسلايا. مين يقول لي لونج هوت؟ ايه العسل ده؟ مين يقول لي لونج او؟ انا حبيبي. يلا اتفضل. اسمه لونج. ايوه اللونج او زي مين؟ دور. دور. اورنج 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 ودور. شفت المادة ازاي؟ ايه كمان؟ الله الله. جوت. في لونج او. او طويلة. طب تعال نشوف اليو سكون. يلا شورت يو. نات. مين العسل ده؟ مهاب ده؟ ولا أنس؟ حبيبي يا أنس. الله أسد يا أنس. نوت. نوت يعني بندق أو مكسرات. أو طب. طب. عسلاية. طيب وفي طب بالبيت تقيلة وطب بخفيفة بردك. طب. طب تعال نشوفه في اللونج. أو أب. الله عليك الله. تعال نشوفه في اللونج. لونج يو. لونج يو. أمبريلا. أمبريلا.
لا استنى بقى استنى بقى يا مهاب. امبريلا لا امبريلا ده شورت يو. امبريلا شورت يو. انا عايز لونج يو. ملك يو لونج يو. ايه كيوت جمرايا جمرايا كمبيوتر جمرايا كمبيوتر كمبيوتر لا كمبيوتر شورت هاوس هاوس ما فيهاش يو خالص عايز لونج يو ماوس ماوس مين يقول لي ماوس انس تبع انس خلاص مش هنكلمها طالما تبع انس ماوس تبع ايه او او ماو ماو انا عايز لونج يو كيوت لو 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 الله الله يا حميد ايوه كيوب المكعب عسلايا برافو عليكم ما شاء الله. طيب دي هتخليني ادخل على بعد كده هو حاجة مهمة خالص معانا اسمها الادوات النكرة. ايه ادوات النكرة دي؟ هو في حاجة اسمها ادوات نكرة وادوات معرفة. انا عندي حاجتين بس النهاردة هناخد بس منهم ادوات النكرة. ايه ادوات النكرة؟ ادوات النكرة عندي اتنين. طب وليه ناخدهم النهاردة يا مستر؟ عشان خاطر خدنا النهاردة الحروف المتحركة وانا النهاردة واحنا شاطرين كده هو هناخد على طول الحروف الادوات النكرة. مين يقول لي كده شاطر يقول لي هم ادوات النكرة؟ مين يقول لي ايه ادوات النكرة؟ البي والسي الألف. لا مش انا مش عايز حروف انا عايز ادوات النكره مش عايز الحروف الساكنه انا عايز ادوات النكره. على فكره الخط وحش عشان انا برسم مش بكتب ايش. انا عايز ادوات النكره. الله يا ابو حميد يا اسد هو ده بالظبط الاي والان دول ادوات النكره الاي والان. طيب وخلي بالك ان دول ليهم شروط. ايه شروطهم؟ قال لك خلي بالك لو هتستخدم الاي يبقى تاتي قبل الاسم ها الذي يبدا يبدا ايوه لكن والآن تيجي قبل الحروف المتحرك. الله عليك الله. قبل الاسم قبل الاسم الذي يبدأ بحرف ساكن بحرف لا يبدأ بحرف متحرك ايوه كده برافو متحرك. مين يفكرني بالحروف المتحركة؟ أنا فاكرها. تفضل يا عسل. والإي والآي والآي واليو والأو. إيه والإي والآي والأو واليو. خد دي يا عسل يا. الإي والإي والآي والأو واليو. ملوك العسل ملكة ملك. هتقولي لي كلمة خلي بالكم أنا عايز أنبه على حاجة مهمة خالص 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 وبنغلط فيها ودي المشكلة. هو أنا لازم يكون مع أدوات النكرة بتيجي مع الاسم المفرد ولا الجمع؟ المفرد. أهم حاجة تعرف إن وآن ما بتحبش خالص الجمع. وان ما تجيش غير مع الاسم المفرد. هتحطها كده هو حلقة في ودنك. الايه ادوات النكرة
عمرها ما تيجي مع الاسم الجامع، ودي اللي هتشوف فيها في الواجب بقى، هنشوف مين اللي خد باله من الملحوظه دي. الشرط الثاني، يبقى الشرط الاولاني تيجي مع الاسم المفرد، الشرط الثاني ايه؟ ان تيجي قبل الاسم مش قبل الفعل. ايه ده؟ يعني انا لو مثلا ايت، ايت اولها حرف متحرك، ينفع اقول ان ايت؟ غلط غلط غلط، ولا آن ولا آن، لأن أدوات النكرة تأتي قبل الاسم، قبل الاسم. أنا بأكد على حتة الاسم، ما تقول ليش بتيجي قبل الفعل، تفهمنا؟ طب يلا يا ملوك العسلة، هتقولي لي اسم بيبدأ بحرف من الحروف المتحركة، اسم بيبدأ بحرف من الحروف المتحركة. أنت أبل عسلايا. يلا يا أحمد، هتقول لي حاجة تاني بتبدأ بحرف متحرك. أورنج. أورنج، الله عليك. يلا يا جمر اللي بعده، مهاب، مهاب العسل. أبل. أبل، احنا قلنا الأي والأو، فاضل لنا معانا الأي والإي واليو. هات لنا كلمة أو اسم حاجة بتبدأ بحاجة من دول يا مهاب، يا الإي يا الآي يا اليو. آيس كريم. آيس كريم، عسل يا مهاب. وإليس. يوز. يوز. إليس. يوز. استنى بس استنوا، إليس تنفع. إليس. لكن يوز تنفع؟ حد يقول لي يوس، يوس تنفع؟ ايوه تنفع. يوس، يوس ده يستخدم، يستخدم ده فعل، يستخدم ده ايه؟ فعل. واحنا قايلين ومشددين عند الشرطين هستخدم فيهم ادوات النكره، الاسم ان يكون اسم ويكون مفرد، يعني ابعد عن الفعل والجمع. فانا عندي، عندي يوس يستخدم، غلط، ما ينفعش احط قبلها آه ولا آه. ماشي، فاضل معانا حاجه بحرف اليو. امبريلا. الله عليك يا ملك، امبريلا يعني شمسيه. طيب تعال نشوفه، هنسيبه دوله ونروح على ناحيه الشمال اللي هو ناحيه الاي. هو بيقول لك انا عايز اسم يبدا بحرف ساكن. طب ساكن فين؟ في الشارع اللي ورانا؟ لا، يعني ايه؟ يعني اي حرف تاني بره الحروف الخمسة، الاي والاي والاي والاو واليو. مين يقول لي؟ يلا مين يقول لي عايزين كلمة بتبدأ بحرف ساكن، مثال على كلمة بتبدأ بحرف ساكن. كيك. كيك. كيك، برافو. كيك دي يا مستر اسم حاجة وبتبدأ بالسي، والسي حرف ساكن. مين يقول لي تاني؟ eat يعني يأكل، وده verb، ماليش دعوة بالverbs دلوقتي، أنا عايز أسماء أشياء زي book، book كتاب، زي pen قلم جاف، pen باك، شنطة، نوت بندق او مكسرات، باك. برافو يا مهاب، عسل. طب تعالوا السؤال هنا، هو السؤال هنا هو، قل لي يا انس، هو انت، انت هاخد لا آه ولا ان؟ انس انت. الله عليك، ايه الجمال ده، ده عسل. يا ملك، اورنج، اورنج هاخد لا آه ولا ان؟ An an ice cream, an eraser, an umbrella. كله ده ياخد an. لكن يا أحمد، كيك هتاخد ايه يا أحمد؟ ايه. الله عليك يا أحمد. A cake. A كيك. A book. A pen. A nut. سهلة؟ نفتح صفحة جديدة عشان ناخد مثال الجمل ازاي بتيجي.
معايا اي اي هاف نوت ايس كريم. وبيقول لك في الاختياري معاك على الدور ده على مهاب في الاختياري معاك اختار لي ا ولا ان. مهاب مهاب ده عسل. ان هاخد ان عسل. يلا يا مين يا يا انس. انس يو ايت نقط مثلا فنانة. يلا يا انس هتقول لي ا ولا ان. بنانا. برافو عسل. هنروح للجمرة ملك. she has نقط مثلا orange. هاي ملك هناخد ولا ان. ان عسول يا ملك. هناخد ان. اخر مثال ونلعب لعبة وراها مع مين. مين ما قالش كده؟ احمد. احمد لا. يا احمد 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 هاز نقط نت. يلا يا احمد. احمد هاز نقط نت. نت ولا ان. برافو برافو عسلات. جاهزين للعب يا مصر؟ احنا جايين نلعب. جايين نلعب نتعلم عشان نلعب عشان نتعلم. ماشي انس العسل. هنبدا يا انس. هتعمل ايه اللعبه دي؟ هنلعبها على اربع اشكال يا انس. انتوا اللي معايا ماشي. اربع طرق يعني. هناخدوكم كده. الطريقه الاولانيه نمشي بيكم واحد واحد. الطريقه الثانيه وهكذا. نمبر 1 انس. انس هتختار لي كلمه وقول لي يا مستر خد الكلمه دي ارميها في الحته اللي فلانيه تحت. شايف تحت؟ ايوه عارف. تحت عندنا شورت اي شورت اي شورت او شورت اي لونج اي لونج اي لونج او لونج اي. فانت قول لي هتاخد الكلمه ارميها في الحته. قول لي يا مستر ارميها في الحته الفلانيه عندي كذا. جاهز؟ جو. هن هن. يلا هن. أيوه. ارميها فين؟ ارميها فين بسرعه؟ ارميها هن. ايه اي شورت ولا لونج؟ شورت اي ولا لونج اي؟ شورت. برافو عليك شكرا. يلا يا ملك. ملك ايوه يا مستر. اختاري الكلمه. يلا قولي ارميها فين. بحرف ليه؟ اي حرف انت اختاري كلمه وقولي لي ارميها في الحته دي. كاب. كاب. احط فين الكاب؟ شورت. شورت انهي شورت حرف ايه؟ ايه يا برافو عليك يا شطوره. بس اللي يقول لي اخترت كلمه كذا ونحطوها في شورت اي او لونج اي او هكذا. ماشي يلا يا احمد. ماشي. نعم يا مستر. حبيبي يلا اختار لك كلمه وقول لي ارميها فين يا مستر. قول لي دي تبع انهي حاجه. بيت. بيت بيت. وير ار يو بيت؟ جبتها منين؟ بات 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 بات. ماشي بات. هوديها فين؟ في شورت ايه. عسولة. الله عليك يا اسد يا احمد. نخش على الاسد مهاب. فون فون. ها فون فون. صعب عليك يا مهاب دي. هتوديها فين يا مهاب؟ شورت ايه. شورت ايه
صح الكلام ده؟ شورت او شورت او؟ لا دي لونج او. فون فون او. مديت بقي اهو. ايش يا مهاب؟ نشوف نرجع تاني لأنس. أنس هنلعب بقى اللعبة التانية، الطريقة التانية، نفس اللعبة بس هنلعبها بشكل تاني. هعمل ايه؟ انا هختار الكلمة وانت تقول لي ارميها فين يا مستر. افتح المايك يا أنس. أنس فتحته خلاص. ايوه ماشي. فتحت المايك. يلا يا أنس، شايف اللعبة الكلمة اللي في دي اسمها سايت. سايت سايت دي تبع مين فيهم؟ ارميها فين؟ لونج اي. الله، نفسي اسقف لك كده. هو خد دي كمان حسلايا. برافو عليك يا انس. يلا يا ملك يا عسلة. ملك ايوه. كايت كايت ملك. كايت يا ملك. طب نشوف احمد قبل ما ملك تفتح المايك. نعم نعم يا مس. ايوه خلاص لحقت نفسها. خد انت اللي بعدها. تيك تيك يا احمد. لا تيك يا احمد. تيك دي اوديها لونج اي. الله الله، خد دي كمان عسلايا. يلا يا مهاب، دكتور مهاب. مهاب ماما مستر حبيبي. مهاب هناخده. هوب هوب هوب. هنودوها فين؟ لونج او. لونج او. الله عليك الله عليك يا مهاب، عسل. طيب تعال نشوفه بقى اللعبة التانية. هنمشي بالترتيب بقى ماشي. يلا نبدأ ب أنس. بي ارميها فين بسرعة؟ ومالك تفكر لي في بيك. شورت اي. شورت اي. برافو ملك بسرعة. واحمد يفكر لي في مين؟ بيك يا ملك. لونج لونج اي. الله عليك يا ملك. يلا يا احمد فكر لي في مين؟ شورت اي. الله عليك الله عليك شورت اي. يلا يا مهاب. ميك ميك. شورت اي شورت اي شورت اي. ميك مهاب. ميك ايوه. اسد عسل. يلا يا انس. كوب كوب. لونج او. الله عليك الله. يلا يا ملك. مول. كون مول. لونج او. عسل يا ملك. يلا يا قمر احمد. توب 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 يا احمد. شورت او. عسل. يلا يا انس. مهاب برافو عليك يا مهاب. باكس باكس. ارمي فين يا مهاب؟ لونج اي. بوكس بوكس. شورت شورت او. عسل. طيب اخر مره وهنشوفه. طب تعال نشوفه كده هو اجابتنا صح. بس برافو عليك. لعبة جديدة تاني ظهرت قدامكم. اول ما تظهر قدامكم اللعبة قولوا
ظهرت يا مستر. عسل. ايه اللعبة دي؟ لعبة العجلة. ايه لعبة العجلة؟ كل واحد هلف له العجلة بتاعته دي، ماشي؟ هيبقى هو وحظه، هيشوف وصل عند حرف انهي كلمة. هو اول ما توصل عنده يقول لي يا مستر دي كم، شورت ولا لونج، ويقول لي هي مد فين، في الاي ولا اي ولا اي ولا او ولا يو. اتفقنا؟ نبدا من تحت بقى. مهاب جاهز يا مهاب؟ اه يا مستر. يلا هنلعب. حظك يا مهاب هيجي عند البقرة لفت وجابت لك مول. مول M O L E مول. لونج او. الله عليك أسد. أسد يلا يا أنس. إيه. البقرة لفت جابت لك بيج بي اي جي. بيج بي اي جي. شرط اي. الله عليك اسد ملك العسل. ملك بيقول لي يا ملك توب تي او بي. حظ جيف توب يا ملك. شورت او. الله عليكي. اخر واحد معانا احمد. حظك يا احمد جه تيك تي اي كي اي. شورت اي. شورت اي تيك تيك. لونج اي. لونج اي. برافو عليك برافو عليك. طيب انا كانت في لعبة تانية عن الاي والان. لحظات واشوفها لكم. لا ثواني. اي اكتيفيتيز. الاي والاها اهو اهو اخر حاجة. احنا مش خدنا النهاردة الاي والان. ايوه تمام. فاكرينهم؟ هنشوف اللعبة دي بقى. اللعبة دي بتقول لك ايه؟ انت زي تشوز اختياري. هتشوف صورة وهتشوف جملة وفي اختار لي ايه ولا ان. اتفقنا؟ هنبدأ بأحمد المرة دي. احمد are you ready؟ جاهز؟ ايوه جاهز. Go. It's not orange. أنا يا مستر. أنا يا مستر. الله عليك عسل. برافو. يلا يا ملك. أيوة. He's not boy. أن. أن ولا أي؟ أن. ان. طب اخر كلام بوي هتاخد ان. هتاخد اي بوي. ايوه اي بوي. يلا يا انس. ايوه اي جيرل. عسل يا انس. يلا يا مهاب. أنا مهاب اللي قال كده ولا حد منكم؟ أنا نفسي. ماشي أنا عسل. يلا يا أحمد. أحمد. آه. إيه كمبيوتر. كمبيوتر. طب يلا برافو عليك. عسل. ملك. ايوه ظهرت عندك. ايوه ان. ان ان ولا ان. خد السنه ايه ولا بي؟
صندوق A عشان الدي حرف ساكن. يلا يا أنس. أن برافو يا أنس. يلا يا فضل ثلاثة. فضل ثلاثة. اثنين ثلاثة. يلا يا مهاب. عسل. يلا يا أحمد. وراها ملك. أن عسل عشان أبل تاخد أن ملك. أيوة. It's not pizza. على فكرة اسمها بيتزا فيها تي وفيها س بالذات تطلع بيتزا. بيتزا. ايوه برافو عليكم شاطرين ما شاء الله. عسلات. يبقى اسمها بيتزا. على فكرة اسمها ايه؟ بيتزا. بيتزا. لا مش بيتزا. 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 ايوه بيتزا. طيب هنشيره في المذكرة عشان ناخد الكلمات دي. المذكرة دي اتنشرت عندكم على الفرق تمام. دي اللي احنا شرحناها. مفيش حاجة ظاهرة. اتنشرت عندكم في السبورة في الفصل اللي شرحناهم في السبورة اتشرحت موجودين على كده في المذكرة دي فين في الفصل. فاضل معانا ان احنا نقرا الكلمات وبعد كده هوريكم تعمل ازاي الواجب. واول ما تظهر عندك الكلمات اللي اولها يرتدي وير قول لي. زارت. زارت يا مستر. بص نظامنا ايه في الكلمات عشان نبقى عارفين. انا هقرا مره واتنين تمام وبعد كده اللي عايز يقرا يرفع ايده يقول لي انا هقرا. ماشي نقفل بس المايكات وانتوا قافلين المايكات بتقولوا رايا. ماشي. where school dress cab have a camera some photos river snow listen to music in the morning اطلع لساني في الذا. in the morning video games have a snack the museum movie theater الاثنين صح. movie theater اللي عايز يقرا يرفع ايده. يلا يا اسماء. يا انس. وير سكول ادرس. ممكن تعلي صوتك يا انس. علي. ايوه. سكول ادرس كاب هاف ا كاميرا some photos river no listen to music in the morning video games ma'am. عسل. have a snack the museum movie theater الله يا اسد. شكرا يا انس. اقفل المايك وافتح يا ملك. وراها احمد. يلا يا ملك. يرتدي وير مدرسه سكول فستان دريس كاب قبعه لديه كاميرا هاف ا كاميرا بعض الصور سام بهتوس Some photos. Some food. Nah, river.
ثلج snow. يستمع إلى الموسيقى listen to music. في الصباح في الصباح in the morning. ألعاب video games. يتناول وجبة خفيفة هذا سناك. متحف the museum. السينما movie theater. شكرا عسل يا ملك. أيوة ماشي. where يرتدي school خلينا مدرسة. في انجليش بس يا احمد ماشي. dress where dress where school dress cap have a cinema have a smell a camera have a camera some have a camera some have a camera some photos river snow listen to music in the morning video games have a snack the museum with movie theater. الله عليك يا حميد. اخر واحد معانا مهاب. عسل. برافو. هذا كاميرا. عسل. Listen to music in the morning. Have you been? Have a snack. Have a camera. Have a snack. Have a snack. The museum. Well, I have the museum. The museum. Movie theater. Theater. عسل. Movie theater. عسل. برافو عليكم كلكم. حتة عسلات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب